الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزنا هو فعل الفاحشة، هو فعل الفاحشة بالقبول أو الدبر، فرج محرم، والزنا من كبائر الذنوب، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله لم يقل لا تزنوا، بل قال أشد من ذلك، قال لا تقربوا، لا تقربوا الزنا، اجتنبوا الوسائل التي تؤدي إلى الزنا. وإذا نهي عن وسائل الشيء فهو أبلغ من النهي عن الشيء. لا تقربوا الزنا، أي اجتنبوا الأسباب التي توقع في الزنا. ولذلك أمر الله بالنكاح الذي يعف عن الزنا، وقاية من الزنا، وأمر الله سبحانه بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخر الآية. كل هذا من سد الذرائع الموصلة إلى الزنا. والله جل وعلا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إن كنتم تؤمنون بالله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي آية النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت لما نزل حد الزنا في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ونزل قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. وتلا هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا في البكر والبكرة، فهذا يجلد 100 جلدة. وأما المحصن وهو الذي سبق له أن وطئ في نكاح صحيح
سبق له أن وطئ في نكاح صحيح فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت، أرجموهما البتة. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم صحابته من بعده، فاستقر حد الزنا للبكر جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام يعني يطرد من بلده إلى بلد آخر حتى يعيش مع مجتمع غريب، بدل أن يعني يطرد من البيئة التي أزنى فيها إلى بيئة لم يزني فيها حتى يكتسب العفة ويصحب الناس الطيبين ويبعد عن المجتمع الذي وقع بالزنا في وسطه، ينتقل تغريب مع الرجم مع الجلد للبكر جلد 100 وتغريب عام. وأما المحصن فالرجم، الرجم بالحجارة، رجموهما البتة. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده، واستقر ذلك في الأمة، فلا ينكره إلا ملحد، وهم الذين يقولون هذه وحشية، الجلد والرجم هذه وحشية. الوحشية هم الوحشية، هم اللي يقولون هالمقال، هم الوحشية، هم الوحش، بهائم متوحشة. وأما من فيه غيرة وفيه إنسانية على الأقل فإنه لا يقر الزنا ويكرهه ويبتعد عنه. فهذه وقاية من الزنا، الحدود فيها وقاية من الزنا، تطهير لمن وقع فيه وحمل له على التوبة وتحذير لغيره أن يأخذ حذره من الزنا. ولا شك أنها إذا أتيحت الفرصة للرجال والنساء والشباب والشابات، اختلطوا، تبرجت النساء، تزينت، تبرجت أمام الرجال، فإن هذا مؤذن بوقوع الفاحشة. إن تعفف بعض منهم لم يتعفف البقية، والشيطان يحضر، وخصوصا في الخلوة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في رواية تسافر مسيرة يومين، في رواية مسيرة 3 أيام، في رواية أن تسافر ولم يذكر مدة، أي ولم يذكر مسافة. فهذه كلها سد للوسائل التي تفضي إلى الزنا. الحجاب، الحجاب هذا واقي من الزنا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعفة، أن يعرفن فلا يؤذين. إذا عرفوا أنها متعففة لا يطمعون فيها، أما إذا رأوها متهتكة ومتبرجة طمعوا فيها. ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعفة فلا يطمع فيهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لا يؤذيهن الفساق، إنما الفساق يؤذون ويتعلقون بالمتبرجات المختلطات مع الرجال،
يطمعون فيهن. وأما التي تعففت وابتعدت عن الاختلاط وتحجبت فلا يطمعون فيها، يعرفون أنها ما تريد ما يريدون فيتجنبونها، إنما يطمعون في المرأة التي تتبرج وتختلط بهم وتمازحهم، يطمعون فيها. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. القول، مجرد القول، إذا تغنجت لهم بالقول ومازحت معهم وطمعوا فيها، فالله جل وعلا سد الطرق المفضية إلى الزنا. ولهذا قال ولا تقربوا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، هذا أبلغ. لا تقربوه يعني تجنبوا الوسائل التي توقع في الزنا، فإذا وقع الزنا فإن كان من بكر فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب 100 عام، وإن كان من محصن يعني سبق له أن وطئ في نكاح صحيح فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت تحت الحجارة. نعم. باب حد الزنا. الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر. الزاني من أتى الفاحشة، والفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح، في القبح. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني معصية متناهية في القبح والسفالة، فإذا وقع فيها إن كان بكرا لم يسبق له أن تزوج يجلد 100 ويغرب 1 سنة عن بلده، وإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لأنه وقع في الزنا بعدما عرف، وقع في الزنا بعدما عرف حرمة الزوجات وحرمة المحارم. نعم. الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر. في قبل أو دبر يعني من المرأة، قضى شهوته في قبل أو في دبر، في الفرج، في الفرج، قبلا كان أو دبرا. أما الدبر من الذكر فهذا اللوطي، هذا لواط، وهذا حده أشد من ذلك، حده أنه يلقى من أرفع مكان في البلد ويتبع بالحجارة، هذا قول لبعض العلماء قياسا على قوم لوط. قول الثاني أنه يحرق بالنار، قد حرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية، حرقهم بالنار. قول الثالث أنه يقتل، يقتل بالسيف حدا. فالمهم أنه يعاقب عقوبة شديدة رادعة، رادعة عن هذه الجريمة التي فيها هتك الأعراض، فيها فساد المجتمع، فيها ضياع النسل الذي هو بناء الأمة، فيها مفاسد عظيمة. نعم. الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها. من امرأة لا يملكها. لا يملكها يعني لا يملك الاستمتاع بها إن كانت زوجة، أو لا يملكها ملك يمين إن كانت أمة. السيد له أن يتسرى بمملكته، لأنه إذا ملكها فهذا أقوى من عقد النكاح، له أن يتسرى بها، هذا يسمى بالتسري.
نعم. من أتى الفاحشة الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من أو من غلام مطلق، حتى ولو كان يملكه، لو كان مملوكا له لا يجوز للسيد أن يلوط بمملوكه. نعم. الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل به ذلك أو من فعل به ذلك يقال له لوطي، يقال لوطي أو لواطي، يقال لواطي للفاعل والمفعول به. نعم. وحده الرجم إن كان محصنا، حده الرجم بالحجارة إن كان محصنا، أي سبق له أن وطئ امرأته في نكاح صحيح. نعم. أو جلد مئة وتغريب عام إن لم يكن محصنا، هذا ما ورد في الكتاب والسنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب فالجلد والرجم. قد جعل الله لهن سبيلا، هذا في قوله تعالى: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله لهن سبيلا وهو إقامة الحد، ولا تحبس، قام عليها الحد ولا تحبس. نعم. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب فالجلد والرجم. نعم. والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. المحصن هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، يخرج النكاح غير الصحيح وهو النكاح الفاسد والباطل. النكاح الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه، ما توافرت أركانه وشروطه، هذا هو الصحيح. نعم. والمحصن هو الحر البالغ، فإن اختل شرط من شروطه فهو نكاح فاسد، وإن اختل ركن من أركانه فهو نكاح باطل. نعم. والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجه. الحر يخرج العبد، العبد يجلد، العبد يجلد، فإذا أحصن يعني الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالعبد عليه نصف ما على الحر. والرجم لا يتنصف، إن الذي يتنصف هو الجلد. نعم. والمحصن هو الحر البالغ العاقل، البالغ يخرج الصبي. نعم. العاقل، العاقل يخرج المعتوه والمجنون الذي ليس له عقل. نعم. الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات، مثله بالغة عاقلة. نعم. في قبولها في نكاح صحيح، في قبولها أو في دبورها، المهم في الفرج، الفرج المحرم، فهذا هو الزنا. من وطئ سبق له أن وطئ بنكاح صحيح ثم وقع منه الزنا بعدما أحصن فإنه يرجم بالحجارة. ينكر الرجم بالحجارة الخوارج، ولا عبرة بخلافهم، الخوارج لا عبرة بخلافهم، وينكره أيضا، ينكره أيضا المعاصرون من الصحفيين أو بعض الصحفيين وغيرهم ممن
يجهلون الأحكام أو ليس فيهم غيرة على محارم الله ومحارمهم ينكرونها، يقولون وحشية، هذا وحشية، ولا يقولون إن الزنا واللواط وحشية. الفاحشة ما هي بوحشية، الوحشية إقامة حدود الله التي تمنع وتطهر الأفراد وتطهر المجتمع من هذه الفاحشة. نعم. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين، لا بد يثبت بأحد، إما أن يقر به أربع مرات، يقر به على نفسه أربع مرات، فإذا أقر أربع مرات قام عليه حد الرجل، قام عليه حد الزنا سواء كان جلدا أو رجما، إذا أقر أربع مرات، لأن ماعزا رضي الله عنه أقر عند الرسول صلى الله عليه وسلم أربع مرات أنه زنى، وطلب من الرسول أن يطهره، فأقام عليه الحد ورجمه صلى الله عليه وسلم. أدل على أن الشهادة، على أن الإقرار في الزنا لا بد أن يتكرر أربع مرات عند القاضي، فإن رجع يترك، إن رجع عن إقراره يترك ولو بعد أربع مرات. نعم. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، يعني أربع مرات بشرط أن يستمر عليها ولا يرجع حتى يقام عليه الحد. نعم. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، إقراره به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. نعم، لأنه قد يظن ما ليس بزنا، يظن أن التقبيلة واللمسة والمباشرة يظنها زنا، ولا يعرف حقيقة الزنا أنه الوطء في الفرج. نعم. أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول، استشهدوا عليه أن أربعة منكم. نعم. أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول. نعم. يصفون الزنا ويجيئون، لا بد في شهادتهم أن يصفوا الزنا، ما يقولون زنا بس، كيف زنا، لا بد أن يصفوا العملية حتى لا يكون أنهم قصدوا معنى غير المعنى الصحيح. نعم. يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد، في مجلس، مجلس القاضي واحد، فإن قام القاضي قبل أن يتكاملوا فإنه لا يثبت شيئا. نعم. ويتفقون على الشهادة بزنا واحد، بزنا واحد، ما واحد يشهد أنه زنى بفلانه واحد يشهد أنه زنى بفلانه، لا، لازم زنا واحد على امرأة واحدة. نعم. باب حد القذف. نعم. ومن رمى، القذف هو الرمي بالفاحشة، والرمي بالفاحشة كأن يرميه بالزنا أو باللواط، هذا هو القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نعم. باب حد القذف. ومن رمى محصنا بالزنا، محصنا بشرط أن يكون المرمي محصنا، فإن كان سبق له أن زنى أو عرف بأنه غير ملتزم فهذا لا يعتبر قذفا. نعم. يعزر على التلفظ بذلك لكن ما يقام عليه الحد. نعم. ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه، إذا جاء 3 شهود الرابع ما جاء فإنهم يجلدون، الشهود يجلدون إذا لم يتكاملوا 4، لأنه قذف، يصير قذف هذا. نعم. أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه،
جلد 80 جلدة. نعم، جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. حق للمقذوف إذا طالب به يقام، وإذا لم يطالب به يترك. نعم. والمحصن فحد الزنا فحد القذف هذا حق للمقذوف، حق للمخلوق. وأما حد الزنا فإنه حق لله عز وجل. نعم. والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. والحر يخرج العبد. نعم. المسلم المسلم يخرج لمن قذف كافرا. نعم. البالغ البالغ يخرج من قذف صبيا. العفيف العفيف، أما من عرف منه أنه غير عفيف فهذا لا يقام حد القذف على من قذفه بل يعزر. نعم. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. الملاعنة. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. نعم، إذا رمى امرأته بالزنا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه، يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين. ثم يطلب منها المقذوفة أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين على ما رماها به، والخامسة أن تدعو على نفسها بالغضب، أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم هذا يسمى اللعان، فإذا تم اللعان يخلى سبيلهما ويفرق بينهما إن كان زوجين. نعم. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. نعم. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا. من قذف جماعة بكلمة واحدة فالحق لهم، إن طالبوا يحد لهم، يقام عليه حد القذف إذا كانوا جماعة محصورة. أما إذا كانوا كثيرين، قذف قبيلة أو أهل بلد، فهذا لا يعتبر، لا يقوم عليه حد، لأن هذا دليل على أنه كذاب، دليل على أنه كذاب. ما يمكن أن قبيلة أو أهل بلد كامل يكونون زنات. نعم. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. أو طالب واحد منهم. نعم. فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره. نعم. باب حد المسكر. حد المسكر يعني الخمر. المسكر هو الذي يذهب العقل بالنشوة والشرب، هذا هو الخمر. كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام، قليله حرام، هذا هو الخمر. المسكر هو، فالخمر هو المسكر من أي مادة كان، من أي مادة كان يسمى الخمر، يسمى خمرا إذا أسكر كثيره يسمى خمرا. ولأن الخمر ما خامر العقل وغطاه. والحنفية يقولون لا، المسكر الخمر، الخمر خاصة، اسم الخمر إنما يطلق على مسكر العنب، ما كان من العنب، وما عداه يسمى مسكرا من باب المجاز، من باب المجاز. ولكن الجمهور يقولون المسكر كل واحد من العنب أو غيره. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر،
هذا حديث حجة عليهم. وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا حجة على الحنفية. الحنفية لا يمانعون أنه مسكر وأنه يقام عليه الحد، إنما في التسمية فقط، هل يسمى خمرا حقيقة أو مجازا. نعم، الأمر سهل في هذا. نعم. باب حد المسكر، ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا أو كثر، من الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما مختارا. أما لو أكره على شرب الخمر إنه لا يقام عليه الحد، لأنه لا إرادة له. نعم. مختارا عالما مختارا يخرج المكره. نعم. عالما أن كثيره يسكر، عالما أنه خمر، لو ظن أنه عصير عنب أو عصير تفاح أو عصير وشرب منه ما درى أنه مسكر، هذا جاهل، ما يقام عليه الحد. نعم. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة. جلد الحد 40 جلدة. بعض العلماء يقول يجلد 80 جلدة، لكن استقر رأي الصحابة بعد مشورة عمر رضي الله عنه لهم على 40، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد السكران نحوا من 40، نحوا من 40. نعم. جلد الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. كل سنة، يعني ما فعله عمر وما فعله غيره من الصحابة كله سنة، وهذا أحب إلي أنه يكون 80. نعم. وسواء كان من عصير العنب أو غيره، الخمر ما أسكر سواء من عصير العنب أو غيره، ما أسكر المسكر من أي مادة كان. نعم. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات. أما التعزير في المعاصي الباقية غير المسكر، غير الزنا وغير القذف وغير المسكر، فهذا محرم ولا يجوز لأحد أن يأتيه، لكن من أتاه فإنه يعزر ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 إلا في حد من حدود الله. نعم. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، لما روى أبو بردة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فالتعزيرات لا تزيد عن 10 أسواط إلا في الأمور التي زاد الصحابة فيها، كمن أفطر في رمضان وغير ذلك، ورد أنه جلدوا أكثر من، جلدوا إلى 90 وإلى 80 وإلى. نعم. فإذا رأى الحاكم الزيادة ليردع المجرم بذلك فله أن يزيد. نعم. إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. نعم، لأنها ليست ملكا له ولا تبيحها إذن الزوجة، الفروج ما تستباح بمثل هذا، إنما يباح له فرج زوجته أو ملك يمينه هو، أما ملك يمين غيره ولو كان زوجته فلا يباح له ولو أذن المالك. نعم. باب حد السرقة. حد السرقة،
والسرقة هي أخذ المال خفية، أخذ المال من حرزه، أخذ المال الذي يبلغ النصاب من حرزه خفية. أما إذا أخذه جهارا فهذا نهبة، هذا يسمى انتهاب وليس سرقة، يسمى نهبة. إذا أخذه جهارا هذا يسمى نهبة، وأما إذا أخذه سرقة بخفية بدون علم صاحبه فهذا هو السرقة. نعم. باب حد السرقة: ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق. من العين يعني من الذهب. من سرق ربع دينار، ربع دينار يعني من الذهب، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، وربع الدينار يساوي 3/4 ريال سعودي الآن. نعم. ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال. نعم. وأخرجه من الحرز، أخرجه من الحرز، الحرز مثله مودع في صندوق ما ورى باب وكسر الباب وأخرجه، هذا من حرز، أخذه من حرز. أما من وجد المال بدون حرز فأخذه، هذا لا يسمى سارقا لكن يعزر ويغرم المال، لأن هذا إخلال بالأمن. نعم. وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فاقطعوا أيديهما. وجاءت السنة ببيان أن الذي تقطع هي اليد اليمنى، وأنها تقطع من مفصل الكف من الذراع، يترك له الذراع، تقطع الكف من مفصل الكف من الزندين، ثم يحسم بما يوقف الدم ويسد العروق، ثم يخلى سبيله. نعم. وقطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، وحسمت يعني وضعت في الحسم، أصله يضعونها في الزيت المغلي حتى تتسدد العروق ولا ينزف، الآن فيه الوسائل الطبية التي توقف الدم متوفرة الحمد لله. نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من فإن عاد إلى السرقة تقطع رجله اليسرى، يكون من خلاف، ما تقطع اليمنى واليسرى، اليد اليمنى والرجل اليمنى، لا، لازم من خلاف، علشان يقدر يمشي، علشان يقدر يأخذ باليد السليمة. نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. نعم. فإن مفصل الكعب، الكعب ما هو بالكعب اللي في أسفل الساق، لا، الكعب الذي هو مفصل القدم من العقب اللي يسمى العرش، فيه مفصل يجمع بين القدم وبين العقب، معقد الشراك، تحت معقد الشراك. نعم. فإن عاد حبس، فإن عاد بعد 4 مرات فإنه لا يقطع كل أعضائه الأربعة، خلاله يد يأخذ به ويد ورجل يمشي عليها، لكن يحبس، يسجن حتى يموت أو يتوب من السرقة. نعم. فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. إيه نعم، يترك له يد يأخذ به ويد يمشي عليها. نعم. ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين، يشهدان على أنهم شاهداه يسرق، شاهداه يسرق
مالا من الحرز. نعم. ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين أو إقرار من السارق مرتين، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف عنده بالسرقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخالك سرقت؟ قال: بلى يا رسول الله. ثم عاد وأقر، فلما أقر المرة الثانية أمر به فقطعت يده. نعم. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. نعم، من شرط إقامة حد السرقة أن يطالب المسروق منه بماله، فإن سكت المسروق منه سمح لم يقطع السارق. نعم. وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع. نعم، إذا تملكها السارق بهبة أو شراء من صاحبها قبل أن يقطع سقط الحد. نعم. وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع. قبل ذلك يعني قبل إقامة الحد. نعم. وإن كان بعده لم يسقط. أما لو أنه بعد أن قطعت يده سمح عنه صاحب المال فإنه لا أثر للعفو هنا. نعم. وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. العبرة بوقت إخراجها، إذا كانت يوم يخرجها وهي نصاب، يعني 4 دراهم، 4 دراهم بالدرهم الإسلامي، يعني يقابل 3/4 ريال من الريال السعودي الفضة، يعني الريال السعودي الفضة. نعم. وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب. وإن كان قبله لم يجب. لا، وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج، بعد إخراجها من الحرز نقص عن النصاب. نعم. وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. نعم. وإن كان قبله، لأن العبرة وقت الإخراج، العبرة وقت الإخراج، يوم يخرجها وهي تبلغ النصاب، إذا نقصت بعد ذلك ما يرتبط إلى النقص. نعم. وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب. وإن كان النقص قبل الإخراج لم يجب القطع. نعم. وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. عليه القطع حق لله عز وجل، ولا بد من إعادة المال المسروق لصاحبه إن كان موجودا، وإن كان تالفا أو استهلكه فإنه يضمنه. نعم، بقيمته. نعم. وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. باب حد المحاربين. مثلا الكفار وأتباعهم من الجهال، ومن يقولون أن قطع اليد وحشية، وأنت تقطعون يد السراق ويصير المجتمع كله يعني مقطع أيديهم، نقول لهم: كم في المجتمع الآن من مقطوع اليد؟ إذا قطعت يد واحدة تأدب البقية، والآن ما يوجد، يعني ما يشاف المقطوع، ومع هذا الناس مرتدعون عن السرقة. حدود الله سبحانه وتعالى فيها بركة وفيها خير. نعم. باب حد المحاربين. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل سبب تحريم الزنا هو خشية اختلاط الأنساب فقط، حيث إن بعض الناس يقول إنه يمكن الآن تناول حبوب منع الحمل فلا يحصل هذا الأمر؟ لا لا لا
هذه من بعض آثار الزنا، يعني اختلاط الأنساب من بعد بعض آثار الزنا، هي أكثر من ذلك آثار الزنا، كما قال الله سبحانه إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فيه مفاسد كثيرة، ضياع الأخلاق، ضياع الحياة، عدم الأمن في المجتمع، إلى غير ذلك من مفاسد الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نكاح المتعة هل هو زنا يعاقب عليه بالعقوبة نفسها؟ المتعة منسوخة بإجماع أهل السنة، ما يقول بها إلا الشيعة، ولا عبرة بهم ولا بخلافها، منسوخة، آخر الأمور أن الرسول نهى عنها ومنع منها، فمن عاودها فإنه يعتبر من الزنات، قام عليه حد الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يكفي في إثبات حد الزنا التصوير بالفيديو أو تحليل الحمض، أو لا بد من الشهود الأربعة؟ ما يجوز التصوير يا أخي، التصوير ما تصور فيه الفواحش، هذا نشر للفاحشة، إشاعة للفاحشة، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هل المراد أن من فعل ذلك يكفر به؟ لا، وهو مؤمن يعني كامل الإيمان، المراد نفي الكمال لا نفي الحقيقة، ما هو بيكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل رجل اغتصب امرأة فزنى بها، فهل يصح للمرأة أن تعفو عن حقها فلا يقام عليه الحد؟ الحد حق لله، ما هو حق للمرأة، لا بد من إقامته إذا ثبت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، ما المراد بالعثرات؟ اللي ما تكرر منها الشر ولا عرف بالشر، معروف بالعفة والحشمة، ولكن وقع منه زلة بعض الأحيان ولا توجب الحد، هذا يتسامح في حقه. نعم، إلا في الحدود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مسلم في بلاد للكفار وقد وقع في الزنا، فهل تكفيه التوبة أم لا بد من أن يطلب من إخوانه المسلمين أن يقيموا الحد عليه؟ ما يقيم الحد إلا السلطان، ما يقيم الحدود إلا السلطان ولي أمر المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من زنى بعد طلاقه لامرأته فهل يعد محصنا يرجم أم أن المطلق كالبكر في ذلك؟ من زنى بعد طلاقه لامرأته فهل يعد؟ سبق أنه وطئ، سبق أنه وطئ في نكاح صحيح، هذا محصن ويرجم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض أهل العلم يذكر أن المقصود بالتغريب في هذا العصر للبكر أنه يكون بسجنه لمدة سنة، هذا عند الحنفية، أو ينفوا من الأرض، يقول النفي هو الحبس، ولكن الجمهور على أنه على حقيقته ينفى، يعني يغرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة إذا زنت وكانت بكرا فهل تغرب كالرجل؟ تغرب مع محرمها، تغرب مع محرمها، وتلزمها النفقة عليه والتكاليف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من أمريكا تسأل، تقول إنها امرأة مسلمة وقد وقع ابنها في فاحشة الزنا وحصل له ولد من هذا الزنا، سؤالها ما هم ولد له، ولا يجوز أنها تقول هذا ولده، ما يجوز هذا،
ولد الزنا ما له أبو، إنما له أمه فقط. نعم، ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول إنه رجل مسلم ويؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان، لكن عمله هو قيادة شاحنة تحمل الخمور لإحدى الشركات. يقول ما حكم عمله هذا، علما بأن غالب من يتناول هذه الخمور التي ينقلها هم من الكفار؟ لا يجوز له ذلك وهو مسلم، لا يجوز ينقل الخمور ويدنس نفسه بذلك، هو مسلم كرمه الله بالإسلام، وأبواب الرزق كثيرة، يطلب الرزق، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيطلب الرزق بغير هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة المكتوب عليها أنها خالية من الكحول؟ خالية من الكحول لا بأس، إذا كانت ما تسكر وهي خالية من الكحول، يعني مكتوب عليها كتابة صحيحة شهادة أنها خالية من الكحول، لا بأس بشربها لأنها تشرب للتداوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل المخدرات هل تقاس على الخمر في إقامة الحد بتناولها؟ المخدرات، نعم، هل تقاس على تناول وعلى شرب الخمر في إقامة الحد؟ اللي يروج المخدرات أو يجلبها أو يستعملها يقتل، لأنه من المفسدين في الأرض، ولهم مثل اللي يروج الخمر ولا يشرب الخمر، هذا من المفسدين في الأرض يقتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ليس لوالدي ابن غيري، ويطلب مني والدي دائما أن أحضر الدخان له من غرفة بالبيت، فما حكم فعلي هذا؟ لا تطعه في معصية الله، وانصحه يا والدي ما يجوز لك هذا، حرام عليك، أشفق على نفسك، هذا ضرر عليك، هذا مرض، اتركه. وأما أنت لا تحضر له أبدا، لا تعينه على معصية الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل سرق مالا ثم تاب، ولكن لا يعرف صاحبه ليرد له المال، فهل توبته صحيحة؟ وماذا يصنع بهذا المال المسروق؟ يخرجه، يدفعه للفقراء، مثل المال اللي ماله مالك يدفع للفقراء والمحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أو امرأة تسأل فتقول إن زوجها يمتنع من إنزالها لوحدها أو مع بناتها إلى السوق لشراء احتياجاتهم، فهل فعله هذا من التشدد والشك السيء أنه لا ينزلها لوحدها؟ ما أن تدخل بين الرجل وامرأته وبناته، أن تدخل فيها، هو أدرى بحالهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ثبت أن حفصة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أنها قتلت جارية لها سحرتها، فهل يعد هذا من أنه يجوز للسيد أن يقيم حد القتل على المملوك؟ نعم، إقامة الحدود على المماليك لأسيادهم، هم الذين يقيمون الحدود عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا عمل الإنسان فاحشة ثم تاب إلى الله، فهل يعاقب يوم الحساب ويفضح أمام الناس؟ إذا تاب توبة صحيحة وأصلح عمله في بعد ذلك، استقام، إن الله يتوب عليه، وإن كان عنده مال للناس يدفعه لهم من تمام التوبة، إنه يرد المظالم والمسروقات إلى أهلها. نعم.
فضيلة الشيخ. إن لم يجد أهلها يتصدق بها على المحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إتيان الزوجة في دبرها هو كبيرة من كبائر الذنوب، فهل صحيح أنها تطلق بهذا الفعل أيضا؟ لا، ما تطلق، لكن هذا فاحشة، وإذا أصر على ذلك فإنها تفصل منه، يفصلها القاضي منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول، يقول: ما المقصود بالخضوع بالقول؟ المزح يعني، والمداعبة والمضاحكة مع الرجل الأجنبي غير المحرم، هذه الخضوع بالقول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من اتهم غيره بأن له علاقة مع امرأة غير زوجته ولم يصرح بأنه قد زنى بها، من اتهم غيره بأن له علاقة مع امرأة غير زوجته ولم يصرح بأنه قد زنى بها، فهل يقام عليه حد القذف؟ هذا عند القاضي، إذا قام زوج المرأة الدعوى عليه عند القاضي، القاضي يشوف الحكم المناسب له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: القذف في مواقع التواصل الاجتماعي والتي يكتبها بعض الناس في هذه المواقع، هل تكون مقيمة لحد القذف على من كتب هذا؟ هذا عند القضاة يا أخي، يعرض على القضاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما نصيحتكم وفقكم الله لمن يعمل في مجال مختلط بين الرجال والنساء ويقول إن كل إنسان يؤدي عمله ويحترم الآخر وأن عنده قوة إيمانية تمنعه من الأمور المحرمة؟ هذا يعصم نفسه، هو ما يعصم نفسه، الإنسان عرضة للخطأ، فيبتعد عن مواطن الشر ومواطن الريبة، ولا يقول أنا ثقة وأنا ما أتأثر وأنا ما يجوز له هذا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نبات القات هل يعتبر تناوله كتناول المسكرات؟ لا، هو مفتر مثل الدخان، بس لكنه أشد من الدخان، هو أشد تفتيرا من الدخان، هو من المفترات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يسكت إذا كان يعرف أن هناك رجلا يزني بامرأة أو أنه يدخل على امرأة، هل يجوز له السكوت حتى يكشفه الله؟ لا، هذا من إنكار المنكر، ما يجوز له. إذا تثبت أنه يدخل على امرأة مثلا مع غيبة وليها وغيبة أهلها، فإنه يرفع به إلى الحسبة، إلى رجال الحسبة، لأجل يتابعوه ويترصدوا له ويمسكونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد في حديث معناه أن الفاكهة إذا خمرت ثم شربت قبل 3 أيام فإنه يجوز ذلك، وأما بعد 3 فلا يجوز. هذا النبيذ يا أخي، هذا النبيذ، إذا طرح في الماء فاكهة لتحلية الماء فإنه يشرب إلى 3 أيام، فإذا تمت 3 أو ظهر عليه الزبد فإنه يهراق ولا يشرب. تم 3 أيام يهراق، ظهر عليه الزبد يهراق، لأنه دخل في حيز الخمر والمسكر. نعم. فضيلة الشيخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ إلى 3، فإذا تم 3 فإنه يأمر به فيهراق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام،
والثيب بالثيب الجلد والرجم. فهل يجمع والثيب بالثيب الجلد والرجم، فهل يجمع مع الرجم الجلد أيضا؟ نعم، يجمع بين الرجم والجلد في حق الرجل والمرأة إذا كانا محصنين. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قطعت اليد بحد السرقة فهل يجوز إعادتها عن طريق عملية جراحية؟ لا، كيف تقطع وتعيدونها له؟ إذن وش صار؟ ما تعادله، الله أهدرها، أنتم تعيدونها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السارق قد قطعت يده اليمنى بسبب حادث سابق ثم سرق، فهل تقطع يده اليسرى في هذا الوقت؟ لا، تقطع أول شيء تقطع يده اليمنى، فإن عاد تقطع رجله اليسرى من خلاف، فإن عاد تقطع يده اليسرى، فإن عاد تقطع يد رجله اليسرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من سرق سيارة وهي واقفة أمام بيت صاحبها في الشارع، فهل وقوفها في الشارع يعد حرزا لمثلها؟ والله هذه مسألة فيها نظر، هذه عرضت على هيئة كبار العلماء ولم يتوصلوا فيها إلى حكم، تحتاج إلى بحث. نعم. إذا كانت مقفلة، أما إذا كانت مفتوحة فهذه ما فيها شك أنها غير محرزة، لكن إذا كانت مقفلة وجاءوا كسر القزاز هذا ما هو بعيد أنه حرز. نعم، مثل البعير المعقول إذا عقل هذا حرز، وجاء فك العقال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السارق هل له عمر معين حتى يقام عليه الحد، أم يقام على السارق الصغير الذي دون السارق هل له عمر معين حتى يقام عليه الحد، أم يقام حتى على السارق الصغير الذي دون البلوغ؟ لا، ما تقام الحدود إلا على البالغين العقلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز سرقة مال الكافر في البلاد المعلنة للحرب على المسلمين؟ لا، ما يؤخذ مال الكافر إلا بالجهاد، الغنيمة تؤخذ بالغنيمة في الجهاد في سبيل الله، أما أنك تأخذ مال الكفار وتقول هذا مباح، لا، ما يجوز هذا. والغالب أن الكفار بين المسلمين وبينهم معاهدات، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل سرق مالا من أبيه ثم تاب إلى الله عز وجل، فماذا يصنع؟
هل يجب عليه أن يخبر أباه ويستسمحه؟ يستسمح أباه، هذا أبوه يعني يشفق على ولده ورحيم، فيخبر أباه بذلك. نعم، يطلب منه المسامحة أو أنه يرد لها المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ترك حد السرقة في عام المجاعة؟ نعم، للشبهة، عام المجاعة للشبهة والجوع والحاجة. نعم. ثم يقول حفظك الله ورعاك: من كان محتاجا وفقيرا واضطر للسرقة لأجل أن يأكل هو وأولاده، فهل يقام عليه الحد إذا سرق؟ إذا احتاج إلى الطعام وإذا لم يطعم يبيموت، فهو يأخذ من مال الغير قدر ما يبقي عليه حياته، لأن هذه ضرورة. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه، لكن يدفع القيمة لصاحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الخوارج لا يرون حد الرجم، يقول: ونحن نرى أن الخوارج في هذه الأيام أنهم يرجمون الزاني، فهل هم يختلفون عن الماضين؟ من هم الخوارج بهذا الزمان؟ هذولا مفسدون في الأرض، ما هم خوارج، هذولا أخس من الخوارج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل كافر قام بقتل مسلم، رجل كافر قام بقتل مسلم ثم دخل في الإسلام، فهل الإسلام يجب ما قبله فلا يقتل بذاك؟ رجل إيش؟ رجل كافر قتل مسلما ثم دخل في الإسلام، دخل قتل مسلما وين هو؟ فيه في أي بلد؟ في بلد الكفر، في بلد الإسلام؟ هذه مرجعها للقضاء، ما لنا فيها دخل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في القرية رجل مدمن للخمر ولا يصلي، لكن يوجد عندي درس في البيت بعد صلاة. يقول: يوجد رجل عندنا في القرية مدمن خمر ولا يصلي، ويوجد عندي درس في البيت بعد صلاة الفجر ولكبار السن، فيأتي إلينا هذا الرجل ويستمع لذكر الله، يقول: فما نصيحتكم لنا في ذلك، وهل نسمح له بحضور هذا الدرس؟ تسمح له، لكن تمسكه بينك وبينه تنصحه، تقول: شوف، عندك رغبة في الخير وتجي للدرس، وانت يحصل من كذا وكذا، عليك التوبة إلى الله، لعل الله ينقذه بسببك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن في مدرسة ونمسك أحيانا بطلاب يشربون الدخان في أوقات الفسحة، فهل لنا أن نعزرهم بالجلد 10 جلدات، أو أن هذا خاص بولي الأمر؟ هذا خاص بمدير المدرسة، لأن المسؤول عن المدرسة هو مديرها، هو الذي يؤدب الطلاب على المخالفات وعلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من عمل عمل قوم لوط، فهل صحيح أنه لا يقال إنه لوطي؟ وذلك يقول لأنه سوء أدب مع النبي لوط. يقال له لوطي نسبة إلى اللواط، ولوط ما هو منسوب لللواط عليه الصلاة والسلام، اسمه كذا، لوط ابن أخي إبراهيم، عمه إبراهيم، نبي من أنبياء الله، اسمه لوط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان، يقول: في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، هل يجوز للمسلم أن يقوم بالاستياك حال الخطبة؟ في خطبة الجمعة، هل يجوز للمسلم الذي يحضر الخطبة أن يقوم بالسواك أثناء الخطبة؟ الجمعة؟ نعم. لا، وقت الجمعة ما يعمل حركة وقت الخطبة،
ما يعمل حركة ولا يتكلم ولا، وإنما ينصت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أفعل معصية وأتوب منها وأندم ثم تغلبني نفسي فأكررها، وأخيرا أردت أن ألزم نفسي بمبلغ كبير من المال لأنفقه في سبيل الله إذا تكرر مني ذلك، فهل عملي هذا مشروع؟ ما هو لها الحد، عليك بالتوبة، باب التوبة مفتوح. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، باب التوبة مفتوح، استغفر وتب إلى الله ولو تكرر منك الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فكل ما أذنبت استغفر وتب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ما حكم تخصيص الخطيب في خطبة الجمعة، تخصيص الجزء الأخير من الخطبة الثانية للدعاء، حيث سمعنا بأن هذا غير جائز ولا دليل عليه؟ من هو اللي يقول غير جائز ولا دليل عليه؟ إلا هذا جائز والحمد لله، ويدعو في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية ولا حرج في ذلك، بل من أركان الخطبة الدعاء للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول وهو مقيم في هذا البلد، يقول أريد أن أستقدم زوجتي إلى هذه البلد ولا تستطيع أن تأتي مع محرم لها، ولا أستطيع أن أذهب لآتي بها، فهل يجوز أن تسافر بدون محرم؟ لا، تروح وتجيبها زوجك، تروح وتجيبها. نعم. ما هم ما تستطيع، من يردك ما تروح تجيب زوجك؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بالنسبة لإقرار الزاني 4 مرات، بالنسبة لإقرار الزاني بالزنا 4 مرات، هل لا بد أن يكون هذا الإقرار باختياره وليس عن طريق الإجبار؟ لا، الإجبار ما يجوز، بل يلقن التراجع، يلقن التراجع، كيف يجبر؟ بل يرغب منه أنه يتراجع ويستر على نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل وجدت في الطريق 10 ريالات فنويت أن أتصدق بها، يقول ثم جاءني ظرف فصرفتها في حاجتي، فهل علي شيء في ذلك؟ عليك أن تخرج بدلها، عليك أن تخرج بدلها للفقراء. نعم، أنت ما أنت فقير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل تجاوزت مدة المسح على الشراب وصليت 3 فروض بعد انتهاء المدة ثم أعدتها، فهل إعادتي لها صحيحة؟ نعم، واجبة، ما هي صحيحة بس واجبة، لأنك صليت بلا وضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا استيقظت قبل شروق الشمس بدقائق فهل أصلي الفجر أولا أم أصلي الراتبة؟ صلي الراتبة وصلى بعدها الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر حتى أيقظهم حر الشمس، انتقل من هذا الوادي إلى واد آخر ثم صلوا الراتبة، ثم أمر بلالا فأقام فصلوا الفجر. نعم. انتهى. الله تعالى.